يهمنا ولا يتعبنا ولا يرفعونا أجنحة كالطير. مشينا عطريقك سوا إيد بإيد، رفاق الدرب صرنا والعيلة عم بتزيد، روحك بيعزينا بيملانا سلام، حبك بيجمعنا لا مدى الأيام. كبرنا سوا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده كبرنا سوا. اكيد هلا رح تعرفوا شو في بالحلقه، بس قبل حابه اسلم على الاشخاص الموجودين معنا. ديفيد شداي، هاي هاي كيف تمام كيف؟ هاي مش اول مره اكيد معنا، رح تكونوا اكيد رح تكونوا معنا بفقره نتعلم سوا يمكن وكيف تفكر. جويس نور، كيفكم انتم؟ تمام قد انا منيحه، مريضين اسبوع منحزب مشاهدين ما ينعدوا. كمان بنسلم على بول كمال، هلو هاي كيفكم؟ يوم ما نسيناكم. يس شو اليوم نور محضر لنا الموضوع؟ نعم اليوم نتعلم سوا عن شو حنحكي اليوم؟ نتعلم عن يشوع. حلو، نتعلم عن يشوع. فهلا اليوم هيك ناخذ شويه نقط هيك عن يشوع وعن هدم الاسوار بحياتنا. رح يكون في اسئله تزركنا هيك ان شاء الله. اوكي سو حضروا حالهم ديفيد وشداي. واكيد كل الاشخاص عم بيحضرونا، نحن ناطرين ايميلاتكم واتسابات، اذا بدكم تجاوبوا على اي سؤال نور حابب يطرحه بالحلقه. كمان بنحب انه نسمع رايكم، رح يكون في وقت اكيد نقرا رايكم اذا كان خاصه دغري بالسؤال اللي عم يطرحه نور. والاسئله اللي حتنسال لشداي وديفيد كمان محطوطه على فيسبوك، فالناس فين يفوتوا كمان وكمان يحطوا رايهم ليشاركونا بالاسئله نفسها. اوكي طيب شو رايكم نبلش حلقتنا بترنيمه؟ بلكي هيك بنبلش بترنيمه مع بول ونرجع نكفي. لان رحمتك أعظم من السماوات، رحمتك أعظم من السماوات، لأن رحمتك أعظم من السماوات، رحمتك أعظم من السماوات، ومجدك يغطي كل الأرض، ومجدك يغطي كل الأرض. سأغني وأعزف لك، سأغني وأفرح بك، سأغني وأعزف لك، سأغني وأفرح بك، وأمام كل بشر سأتغنى بك، أمام كل بشر سأتغنى بك، وأمام كل بشر سأتغنى بك،
أمام كل بشر سأتغنى بك وأمام كل بشر سأتغنى بك أمام كل بشر سأتغنى بك لأن رحمتك أعظم من السماوات رحمتك أعظم من السماوات ومجدك يغطي كل الأرض ومجدك يغطي كل الأرض سأغني وأعزف لك سأغني وأفرح بك سأغني وأعزف لك سأغني وأفرح بك في ملكي قبل ما نبلش نقرا شوية واتساب هي أكيد أوكي. يلا في صديقتنا المدام ماري ما بعرف بتتذكروها قرينا الشهر الماضي كانت طلبت صلاة لأنه عملت حادث بالسيارة وصار معها شلل فعم تطلب هلا إنه في أخت جوزة هي بتهتم فيها بهيدا هاي الفترة اللي هي صابت فيها بالشلل فأخت جوزة هلا تعبانة وطالبة إنه نكون عم نصلي لها بالفترة الجاية لحتى الرب يشفيها لأنه الهيئة هي المهتم اللي عم تهتم فيها فأكيد كنا عم نصلي لها كمان صديقتنا حنان بتقول صلوا من أجل خالي موريس عنده مرض سرطان بالرئة حنان أجل خالة في شخص كمان أول مرة بيحكينا يمكن لا مش أول مرة بيقول مساء الخير إيش حالكم أنا أحب الرب نحن منحبك منحب الرب صديقنا محارب من مصر عم بيقول إنه البرنامج حلو كتير ربي يبارككم بتمنى تصلوا من أجلي لأني عم بتحارب كتير من إبليس وكمان طلبت صلاة لأجل عائلتي عندي مشاكل وصلي لحتى الرب يفتح عيون بيو لحتى يعرف الرب يسوع وعم بيطلب صلاة من أجل شاب اسمه سعيد هو من مصر عم يمر بظروف صعبة كتير وحالته نفسية صعبة هلأ حاليا مش عم يشتغل وقاعد بالبيت نطلب إنه الرب يشفي نفسيته ويفك أسره من كل مرض وتعب حتى يشهد على أمانة الرب معه ويخبر بكم صنع الرب معه آخر رسالة قبل آخر رسالة في شخص بيقول هاي رواد هاي جويس هاي تمار أنا منير من مصر أطلب صلاة من أجل بيتي وزوجتي نانسي لكي تعرف محبة الرب المغيرة والمحررة آمين هاي منير آخر مسج هي صورة بس كثير حبيتها ما بعرف إذا مبينة على الشاشة هلأ مكتوب السكين لم تقتل إسحاق النار لم تحرق الفتية الحوت لم يأكل يونان البحر لم يغرق موسى كن مع الله وسيحفظك سيحفظك الله حلو بلشين حلقتنا هيك بتشجيع طيب شو رأيكم نبدأ رسميا فقرة نتعلم سوا يلا خلونا نتعلم سوا طيب ما أنا بلشنا البرنامج وقلنا أنه شخصيتنا هي يشوع فخليني بلش معكم بسؤال شو أول شيء بتفكروا فيه لما بسمعوا باسم يشوع يلا شو أول هيك حدث له علاقة بيشوع بتفكروا فيه أنا عندي جواب تمار أنا بفكر بس اسمع يشوع دوني بتذكر لما موسى كان على الجبل عم يصلي صحيح كان عم بيرفعوا له ايديه وكان يشوع كان عم بيحارب وقتها صح؟ يشوع كان عم يقود المعركة كان أول معركة بيقودها يشوع ف بربط الحدثين مع بعض يعني دائما بس أتذكر يشوع بتذكر هيدي الحادثة حلو أنا دغري يشوع موسى سوري يشوع موسى بس إنه كمان ما كثير في أنا يشوع بذكرني بنظرته للعدو
لما راحوا على الارض وتجسسوا الطريقه اللي شاف فيها هو وكالب الطريقه اللي شافوا فيها هذا الارض والاعداء تبعهم. حلو شداي الاسوار مش الاسوار ووقعوا القصه كلها حكيت هي اكزاكتلي. دائما لما بنقول يشوع اكثر حدث غالبا بذكرنا فيه او اكثر حدث معروف عنه يشوع هو اللي قاد معركه اسوار اريحا لما هبطت الاسوار بالتسبيح. فلحتى هيك شوي نعمل للناس ما بتعرف مين يشوع وكيف وصلنا رح نقرا اليوم بعض المقاطع من سفر يشوع اللي هو مباشرة بعد أسفار موسى الخمسة بعد سفر تثنية هو السفر السادس بالعهد القديم. كيف وصلنا ليشوع لحتى أعطي لمحة إذا حدا ما بيعرف بالعهد القديم أو ما كثير قاري بعد آدم وحواء وبعد الخطية وبعد سقوط الإنسان وبعد الطوفان تبع نوح بدأ الله يتعامل ويدعو البشرية من خلال شخص اسمه إبراهيم ونتج عن هذا الشعب. ومن إبراهيم الله وعده أنه رح يكون في شعب وكان الهدف والخطة أنه من هالشعب الله يعلم بقية الشعوب كيف يعبدوا الله ومين هو الله الحقيقي لأنه كانت البشرية عم ترفض الله باستمرار من بعد السقوط. فنتيجة هذا الشيء إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق يعقوب ويعقوب كان عنده 12 ولد من بناتهم يوسف راحوا على مصر ضلوا 400 سنة هناك بالعبودية بعدين إجا موسى أخرج الشعب. ومنقرأ عن موسى وعن الملاحم البطولية اللي بتصير كيف موسى بيأخرج الشعب كيف الله بالأحرى بيأخرج الشعب بإيد موسى من خلال استخدامه لموسى وموسى كان بس عم يعلن شو الله بده يعمل وكيف موسى بعدين بيقود هيدا الشعب بالبرية. وبخلال هيدي الأحداث بنذكر اسم شخص اسمه يشوع. فيشوع إذا بدنا نقول السي في تبعت يشوع مثل ما قالت تمار أول ذكر ليشوع هو بخروج 17-9 لما بيحكي انه يشوع هو قائد عسكري هو كان شخص حارب وقاد شعب الرب بحرب ضد عماليق وبعدين كمل بهيدي المهمة. كمان صفة تانية عن يشوع هو خادم موسى تم اعداده وتدريبه من خلال انه يكون خادم لموسى وهذا الشيء مذكور بخروج 24-13 فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى الى جبل الله. كان دائما يشوع مرافق لموسى عم يتم تدريبه واعداده. يشوع كمان بيقلنا عنه بسفر العدد انه كان في روح الله فالله اختاره لمهمة وكان عم يعلن هيدي المهمة شوي شوي لموسى وللشعب انه هو اللي رح يدخل شعب الرب لأرض الموعد وهو اللي رح يقسم هيدي الأرض للشعب. فبسفر يشوع فجأة منلاقي يشوع بدون موسى لأنه موسى صعد للجبل وانتقل وما قدر يفوت أرض الموعد لكن قدر يشوفها ويشوع قدام مهمة إنه يقود حوالي نصف مليون نسمة أو أكثر ويدخلهم بالأرض هي منا أرضهم. وبهيداك الزمن ما كانت القصة بتنحل بالسلام وبالمؤتمرات كان في حروب وكان لازم يحاربوا لحتى يمتلكوا هيدي الأرض وكان الله بلش يشتغل. فاللي رح نتعلمه اليوم من يشوع رح نحكي عن سقوط الأسوار بس رح نحكي عن أسوار تانية أنا وعم بقرأ حسيت إنه موجودة كانت بين الشعب وبحياة يشوع كمان هي اليوم موجودة بحياتنا كمؤمنين كلنا. وإبليس هو شغلته يبني هيدا الأسوار. إبليس بيبني الأسوار لحتى يجرب يعزلنا ومحتاجين اليوم بهيدي الأيام مثل يشوع يفوتوا ويقتحموا هيدي الأسوار. فأول مقطع رح نقراه وأول سور رح نحكي عنه هو أسوار الخوف. أول مقطع رح نقراه من يشوع 1 والأعداد 1-9 رح أقراهن أنا بعد ما ترجعوا بلشوا أنتوا تقروا معي. فيشوع 1:1-9 وإذا أنتم بالبيت كمان معكم كتابكم المقدس أسهل لكم توصلوا له بتفتحوا وبتقروا معنا. بيقول وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا موسى عبدي قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبني إسرائيل كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخومكم لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح
أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. فإذن بهالتسع أعداد هنن إذا بتعدوهم بتشوفوا 169 كلمة. بهال 169 كلمة في 10 مرات ربنا بيقول ليشوع بشكل واضح ما تخاف، وفي 3 مرات بشكل غير مباشر، يعني مش بشكل مباشر عم يقول له لا تخاف، بيقول له انه مثلا لا يقف انسان في وجهك كما كنت مع موسى اكون معك. كمان فيهم تشجيع انه ما تخاف انا معك. ف13 مره من اصل 169 كلمه او 13 مره بهالتسع اعداد الصغيره بنشوف الله عم يشجع موسى. واكيد لما بنشوف الله عم يكرر الشيء صرنا متعودين بالكتاب المقدس، لما بنشوف فيه تكرار معناته الله عم يأكد على شيء، وهيدا الشيء مش هيك عبسي او الله حابب يشجع موسى يشوع شوي فقال لك يلا بنشجعه كم مره زياده، لا في شيء اكيد انه يشوع كان خايف. تقراها بين السطور وبتحس لانه المسؤوليه اللي كانت بين ايديه مسؤوليه منا سهله. عارف دوره انه بده يقود شعب كبير وبده يدخل ارض وبده يخوض حروب وبده يخوض معارك، وشاف هيدا الشعب شو عمل مع موسى وقديش موسى كان شخصية عظيمة، فبيقول لك إنه أنا هلا بدي قود هيدا الشعب وبدي أسلم هيدا الأرض. هيدا موضوع منه سهل. والشيء الثاني يمكن إذا منفكر شوي بأول الأعداد بيقول بعد موت موسى عبد الرب موسى راح. بكل الأوقات الماضية كان يشوع سهل ياخد المبادرة ويروح ويحارب، بس موسى موجود، موسى وراه كان على الجبل رافع إيديه، بس هالمرة موسى ما عاد موجود. وموسى كان بالنسبة للشعب هو الشخص اللي بيكلم الله وبيخبرهم الله شو بيقول، فبالنسبة له هيدا الشيء كان خوف كبير، إنه الشخص اللي دائما متعود يكلم الله اللي ضل 40 يوم بالجبل عم يحكي مع الله ورجع، هيدا الشخص هلأ ما عاد موجود، فأنا هلأ صرت لحالي. فكان طبيعي وبتوقع أي حدا فينا لو كان محل يشوع كان شو رح يخاف. بس الحقيقة إنه الله ما خلق الخوف. شو رأيكم؟ هل الله خلق الخوف؟ حلو. وفي شاهد كتابي بيقول هيدا الشيء بتكوين 3:9-10 بيورجينا انه الانسان ما خلق لحتى يخاف. الله مش هو اللي خلق الخوف، لكن الخوف اجى نتيجه لسقوط الانسان. بتكوين 3:9-10 اذا بتشوفوا بيقول فنادى الرب اله ادم وقال له اين انت؟ فجاوب ادم، وهيدا كان بعد ما اكل هو وحواء من الشجره، سمعت صوتك في الجنه فخشيت لأني عريان. أول مرة بنذكر فيها الخوف وبنذكر فيها كلمة خوف بقصة تكوين الخليقة وخلق آدم وحواء كان بعد السقوط مش قبل. قبل كان الإنسان متعود يمشي مع الله، ما كان عنده مشكلة أنه هو عريان أو الله نزل على الجنة، كان بالنسبة فيه علاقة حميمية بينه وبين الله، كان الله يعتبر مثل صديقه فما كان يخاف منه. لكن لما صار في خطية صار في خوف. لهيك نحن متأكدين لما بنقول أنه الخوف هو مش خلقت الله، الله ما خلقنا لحتى نخاف، لكن الخوف هو من إبليس. ولهيك يمكن دائما هذا الشيء اللي بنقوله إنه بالكتاب المقدس لما بتقرأ في 365 مرة الله عم يقول ما تخاف ما تخاف، لأنه عارف إنه هذا الخوف خلق كنتيجة. فبالنسبة إلنا نحن عنا وعد لكل يوم لحتى شو ما نخاف، وعنا رجاء نحن اليوم هلا لما بنشوف القصة غير يشوع، لما بنشوف القصة الكاملة وبنعرف إنه نحن لما آمنا بالرب يسوع نحن ما في شيء بيخوفنا. في ناس بتخاف برا، بتلاقي الناس كل الوقت قلقانة وبتلاقي الناس خايفة، واللي خايف على مصرياته واللي خايف على مستقبله واللي عم يدرس الأوضاع شو بيعمل، بيهاجر لبرا ولا بيضل، وعم يحسبها هلأ مع قرارات ترامب شو بدنا نعمل، بنقدر نروح أمريكا ولا ما فينا نروح. تلاقي الناس خايفة كل الوقت، بس المؤمن عارف إنه هيدي الأرض بالنسبة له هي غربة والوطن الحقيقي هو فوق، ونحن عنا رجاء. بيقدروا يخسرونا روحنا على هيدي الأرض، بنقدر بيقدروا يمكن يأسروا علينا، بس ما في خوف على أرواحنا لأنه إحنا عنا رجاء موجود بالسماء، عنا ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ بالسماوات. فالله مش خلق الخوف، فطبيعي دائما أنه نشوف إبليس شو عم يعمل، عم يبني أسوار خوف بوسط المؤمنين. وحقيقة منحكيها في حدا في شي بيناتنا هم ما بيخاف؟ ما بعتقد. أنا بخاف. كلنا بنخاف صح؟ أنا بخاف كمان، ما في مشكلة. فكلنا بنخاف، كلنا بيجي علينا أيام وبنخاف. بذكر دائما أصعب الأحلام، بتوقع هيدي هذا أصعب حلم، لما بتحلم حلم مزعج وبتكون عم تشوف حدا قدامك عم ينزل وأنت مش قادر تحكي، فبتفيق خايف إنك خسران صوتك.
وبتحس انه انت كان من خوفك ما بقدر يطلع صوتك صح؟ حلمانين شي مره هيك حلم صاير فيكم شيء؟ هدول اكثر الاحلام اللي بيزعجوني ما بقدر انام من بعدهم، انا صعب اخسر النوم، بس هدول الاحلام بشكل عام بيخلوني احس انه ماني قادر بقى انام من بعدهم لاني الخوف فعلا هزني من جوا. وبتشوف انه انه رغم انه يشوع ما كان عنده للرب يسوع ولا كان عنده هيدا الشيء، فكان الزلمه من حقه انه يخاف، ما كان فاهم القصه وكان طبيعي بالنسبه له انه يخاف. وشوفوا الرب يسوع الله اعطاه الحل بالاعداد 7 و8، شوفوا شو قال له، ما تركه بس وقال له بس ما تخاف، لكن اعطاه الحل وقال له الحل هو التالي: انما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعه التي امرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب، لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. كلمه ربنا هي الحل لحتى تواجه الخوف. لهيك دائما بنقول الوعود الموجوده بهالكتاب المقدس، انك تعرف مين هو الهك، انك تكتشف هيدا الاله، غير انك تضل تسمع عنه. فينك تسمع وعظ من هون لبكره الصبح بيبقى معرفتك او اللي عم تتلقاه هو 20%، بس لما بتدرس عن هيدا الاله، لما انت بتفوت ولما انت بتاخذ وعد لحالك وبتصير تامن بهالوعود وتشوفها بحياتك وبتصير تلهج بهيدي الكلمه، بتصير اسوار الخوف شوي شوي شو تنهدم بحياتنا. طب هلا عندي سؤال شوي سئيل، شو هو خوفنا اليوم؟ شو أكبر مخاوفنا اليوم؟ يلا جاوبونا لنشوف، شو أكبر خوف اليوم بحياتك ممكن تواجهه أو بتفكر فيه؟ بعتقد ممكن شيء يكون مشترك عند الكل، يمكن بأعمارنا وأصغر شوي، هو المستقبل. مستقبل طيب، هذا خوف مشترك يعني عند أغلبية العالم، عند أغلبية الشباب. بكرة صحيح. شو؟ بكرة شو؟ هل بهالبلد رح نقدر نعمل شيء ولا لا؟ صح؟ شو شداي؟ ليك لا بس قبل ما تقول شداي بس كان بدي اسال شيء، انه انت شو قصدك بالخوف؟ انه في انه انا في يكون مثلا عتلاني هم شيء او مفكر فيه بس ماني خايفه لاني حقيقه عارفه انه الرب ضامن بكره. حلو. بس بنفس الوقت انه بفكر فيه، يعني انه شاغل لي بالي هيدا الفتره بس ماني خايفه. لا انا عم بحكي عن الخوف اللي بيقلقك، عن الخوف اللي بتحسي انه هلا حاسه اذا بتفقديه او بتحسي بلحظه انك رح تفقديه، بتحسي حياتك كلها يمكن اختلفت ورحت، يعني شيء بخوفك او افكار بالعاده لما بتفكري فيها بتحسي انه بتقلك وبتخوفك تجاه بكره. اكيد نحن كلنا عارفين انه الله رح يهتم، بس قدام انه الله رح يهتم بضل عنا هذا السؤال انه بكره شو بدنا نعمل، كيف رح يامن، كيف كذا. ولما بتزيد الامور صعوبه شوي بزيد الخوف يمكن عنا. ف ما بعرف جوابتك، بس انه اي شيء بقلك، اي شيء جواتك عندك بتحسي خوف ولو بنسبه معينه، ضروري يكون مسيطر. انا ما في شيء، مش شيء بس اشخاص بخاف اخسر اشخاص، هيدا يمكن الخوف بخليني يمكن دمع اذا بتخطر على بالي الفكره، بس ما في شيء ثاني بخوفني يعني. صح، انا يمكن شاركك نفس الخوف، انا بخاف كمان اخسر اشخاص، بخاف ايام انه بعرف انه ربنا صالح وبعرف انه اذا صار هيك شيء رح يعطيني القوه، بس بنفس الوقت بقول صعبه لما بطلع ببنتي، لما بطلع بمرتي، لما بطلع بناس بحبهم، بحس انه صعب تخسر شخص بتحبه، فبخاف من هيدي اللحظات. من انا وصغير ما كان عندي هيدا الخوف. اعطانا شداي يمكن كان شداي شو؟ انا كان بدي اقول ذات الشيء اللي هي قالته، انه اخسر ناس قريبه مني كثير، بحس ما بقدر افكر بالموضوع حتى. صح. شوفوا ليك شغله ثانيه بدي اقول لك، يمكن انا بخاف منها، بس انه هون كانه الجواب تبعها اللي هي انه بعدنا هلا بدي اتاكد بكل خطوه عم بعملها انه حسب اراده الرب. بخاف انه اكون عم بعيش مش حسب ارادته. هيدي من الامور اللي عن جد يعني ما بتخليني انام اذا انا كنت برات اراده الرب. بس حلو هون اللي بيقول لي واضح انه بقول له ما تروح لا يمين ولا شمال، بتعرف شو هو الناموس، لحقه. فالرب مش تركنا يعني مره حدا قال 70% من اراده الرب لحياتنا واضحه بالكتاب المقدس. صحيح. يعني شو بدي اعمل، شو بدي اعمل، انه اعيش كل يوم حسب مشيئه الرب حسب الكتاب المقدس. 70% تقريبا 80% معروف شو هي، بقصص صغيره. فاعرف انه انا بمشيئه الرب اول وحده، وانه انا بسلام مع الله. هيدول بنيموني لو شو ما كان يعني، بس انه اذا بعرف انه في خوف او في شك بانه انا بهالاراده الصالحه تبع الرب بدي اياها بحياتي، ما بتخليني انام. صح. ابليس شاطر بلعبته. لهيك بيقول عنه بالرساله الاولى لبطرس، بيقول انه اصحوا واسهروا لانه ابليس خصمكم كاسد زائر.
لما نقول كأسد هو منه أسد، لأن الأسد الحقيقي هو الرب يسوع، بس عم يقتمس دور الأسد، عم يجرب يحط بعيوننا صورة أنه هو له السلطان. فلهيك طبيعي المؤمن اليوم بقلب عالم وبقلب الشر وبقلب، كل يوم تسمع حدا مرض، كل يوم تسمع حدا تعب، كل يوم تسمع هيدا صار معه هيك، أنه يصير إبليس يجرب شو يسرب له أفكار. أنت شو بتعمل لو كنت محله؟ انت شو بتساوي لو كنت محله؟ انت شو بتتخيل لو هيك بصير؟ هيدا شيء بيقلقك وبيخوفك لما بدك تفوت بعلاقه مع حدا وبتلاقي انه البنوكه مش عم تعطي والشغل مش مزبوط وكل مالهم الشركات عم يعملوا اشياء، فبتصير دائما خايف، طب انه انا شو بدي اعمل؟ كيف بدي كمل؟ كيف بدي كمل باي شيء بشكل جدي؟ وبضل ابليس يجرب يسرب لنا هالافكار، لانه هدفه انه يحطنا بقوقعه من الخوف. وايام بنجح، هلا شكر رب انه ايام نقدر نكسر هيدا الشيء، بس ايام بنجح وبيعزل المؤمن وبيحطه ضمن قوقعة خوف، كل وقته خايف خايف خايف، تلاقي هذا المؤمن عم يجرب، على كتر ما انه خايف انه يعيش بمشيئة الرب بيكون ابليس سحبه برا وما عمل شيء من وراء هيدا الخوف، ما بيخطي ولا خطوه فبيحطه جوات هيدي القوقعة. انا صار معي شيء هيدا خوف بشل بقوله يعني اكزاكتلي بشل. فصار معي قصه هيك طريفه، كنا بالحلقه اللي صدفنا فيها اختي ريم هون، فهالحلقه انا اعطيت الدور لاختي ما حكيت كثير، فاخر الحلقه عم نحكي وكذا وهيك وتحمست شوي انا ما ادري شو صار لي، فحكيت وقتها انه كان عم نحكي على انه الناس بتقول انه ممكن سامر ما كان مؤمن لهيك ما امن كثير فكذا، فانا وقتها حكيت تحمست انه لا، الايمان هو مش بس انه بالشفاء، فينك تكون مؤمن وفينك تنتقل وتكون عندك القوه والصبر، واذا انا بدي امرق بهيك وقت صعب، وقت اعطيت هذا التصريح العظيم انه انا مستعد امرق بهيك وقت صعب ليوصل ايماني بهيدا الشيء. هلا طبعا بعد ما قلت هيدي الكلمات ورجعت على البيت انا عم فكر، سالت حالي هيدا السؤال العظيم، انا شو حكيت؟ وقلت انه يمكن سرعت وتحمست. الثاني نهار اخذنا جوليا على المستشفى، فاخذنا جوليا على المستشفى ونحن وبالمستشفى قاعدين على بالنا جوليا رايحه لانه سعله وكذا وهيك، وهي عندها اكزيما، فتقريبا عدنا نهار كامل بالمستشفى والحكمه ما عم يرضوا يقولوا لنا شو بها. فوصلت تقريبا لمرحله والرب استخدم اشخاص بالكنيسه مع اني ما عارف اني انا شو عمر، وبلشت انا فورا اول ما اخذنا جوليا على المستشفى حسيت انه شو ممكن تعمل لو اللي قلته مبارح بلش يصير معك اليوم، لو التحدي اللي قلته مبارح بلش يصير معك اليوم بس ببنتك، شو رح تعمل؟ فانا للحظه خفت وبلشت افكر وبلشت روح واجي، بس انا عم جرب لحالي. وبهيدا النهار في اخ عنا، انا عم بعطي الكتاب درس الكتاب، لغينا درس الكتاب وعرف انه لاني انا بالمستشفى، فبعث لي مسج وفجاه بلش يصلي معي ويقول لي ما تخاف والرب وبده يشفيها لجوليا وكذا، وبلش يصلي معي. بس مع هيك انا كنت خايف تقريبا للسبت الصبح، ثلاث نهار كامل بالمستشفى، ونحن نروح لعند دكاتره نقول لهم بين شيء بالصور لانه عملوا لها اكس راي وعملوا لها شيء. فوصلت لمرحله الممرضات بلبنان، رحت لعند قلت لها بليز فينك تقولي لي، يعني الدكتوره بعد ما شفناها ففينك بس تقولي لي شو 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 الوضع؟ قالت لي لا مسيو بفضل الدكتوره تقول لك هون. هي قالت لي هيك، انا طبعا ركبي بلش يسكوا وقلت يا لطيف. فقلت لها ليكي لا قولي لي، قلت لها انا هلا ما فيني بقى انتظر الدكتوره، بليز قولي لي انت هلا. قالت لي لا مسيو ما في شيء، برونشيت وكذا وهيك عادي. فانا لبين ما استوعبت شو هو البرونشيت وشو هو انه كان اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. فبلحظه صغيره قدر ابليس يبني حوالي اسوار ويحسسني انه انت منك قد الكلام اللي حكيته. بالحقيقه حسيت هيك جواتي بالاحباط انه انا يا رب عم بعلن هذا الشيء، بس فعلا من اول هيك هزه صغيره حسيت انه انت منك قد الكلام اللي عم تحكيه. بس كمان بنفس الوقت تذكرت صلاه الاخ معي وتشجيعه، واذا بنشوف انه كمان نفس الشيء صار معي شو حتى الشعب شجعه بالاعداد 17 و18، شوف الشعب شو قال، مع انه قليل الشعب بهذيك الايام يعلن طاعته بهذه الطريقه، بيقول حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع لك، انما الرب الهك يكون معك كما كان مع موسى. عم يشجعوه، كل انسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تامره به يقتل. لهالدرجه عم يشجعوه، انما كن متشددا وتشجع. فربنا بيستخدم عده ظروف، بيستخدم مؤمنين حوالينا، بيستخدم كلمته لحتى شو؟ لحتى يشجعنا، لحتى يخلينا نطلع برا اسوار الخوف، لانه انت كمؤمن مش مدعو تعيش بخوف، انت كمؤمن مش مدعو انك يكون في عندك اشياء وافكار تسيطر عليك كل الوقت. لهيك لما بتحس ابليس عم يجرب يظهر كاسد زائر، لما بتحس ابليس عم يجرب يخوفك، ملجاك الحقيقي هو انك تروح وتبلش تقرا بكلمه الرب، تلهج وتصدق انه الهك صالح. واذا صار ومرقت بوقت صعب، ومنشوف كثير
من أصدقائنا على بالبرنامج بخبرونا. ما بنسى شهادة الأخ اللي بعت لنا من أسبوعين، صلوا من أجل ابني لأنه ابني أنا منتظر الرب من 10 سنين، بدي ولد وإجا قبل بوقته وهو بوضع خطر. بعد بأسبوع بعت لنا أنه ابنه انتقل لكن عم يشهد أنه الرب صالح. أنا ما فيني إلا غير أنه هيدا ربنا وهيدا الإنسان لحتى يبعث على برنامج ويشهد بهيدي الطريقة. كان فينا بكل بساطة خلص يبطل يبعث لنا ويقول أنه خلص ما صار شيء مهم، لكن حتى بوقت الحزن حاب يشهد. هيدي القوة وهيدا السلام وهيدا التعزية بيجي بوقته من عند الرب. فما تخاف، إلهنا منه إله خوف لكن هو إله تشجيع. شو رأيكم نقرأ واتسابات بلكي؟ شو رأيك بلكي إذا هيك في حدا شاركنا أو على الفيسبوك؟ لا بس في صديقتنا بتحكينا أول مرة اسمها وفاء، بتقول أنا بتابع البرنامج مبسوطة جدا، ربنا يباركه من فضلكم، صلوا من أجل مستقبل الأيام الجاي، منتظرة إيد ربنا بصورة واضحة في حياتي. وفاء من مصر. هاي وفاء. صديقتنا يمكن زلفة من السودان بتقول إن هي بتحب البرنامج كتير وحابة تكون صديقة برنامج. أكيد يا زلفة، من هاللحظة من هاللحظة صرتي صديقة ومتمنى نسمع منك أكتر. بعد في هلأ بعد مسجين وصلوا، مرحبا يا أخوة كيفكن، ربي يبارككن ويبارك البرنامج، نحن كتير منحب البرنامج، منحب تصلونا وتصلوا لعائلتي ولزوجي لحتى ياخد خلاص الرب، وأرجو تصلوا لأجل الرب يبارك كنيسة الرب في عفرين. أنا الأخت عزيزة. في بعد رسالة؟ لا ما في. لا بس في شخص عم يبعث انه حابب يعرف مواعيد البرنامج، ف نحن بنطلع كل خميس. كل خميس على الساعة 9 هذا الحظ، والإعادة والجمعة بظن من الساعة 10 لل 11:30 او من 9:30 لل 11 حسب وقت. بلكي هلا ميرنا اذا بتعرف فيها تذكرنا الإعادة. طيب هيدا اول صور، شو رأيكم؟ منعاني منه ايه؟ أكيد بجربنا ابليس وهيك. طيب ثاني صورة شوي اخطر وشوي يمكن ابليس اثاره اكبر من انه بس يحصلك، لكن اثاره بتاثر كثير، هو اسوار المقارنة. خلينا نشوف المقارنة. مقارنة ثلاثة يشوع صاحب الثالث والآية السابعة. بلكي ديفيد بتقرأ لنا هي يشوع 3:7. فقال الرب ليشوع اليوم ابتدئ اعظمك في اعين جميع اسرائيل لكي يعلموا اني كما كنت مع موسى اكون معك. ف اليوم ربنا عم يقول بالصح الثالث بعد عده امور، عم يقول اليوم رح ابدا عظمك قدام الشعب بعيون الشعب ورجيهم انه مثل ما كنت مع موسى انا كنت معك. انا برايي ولحتى اكون امين مع النص، ما في شيء بيحكي بالنص انه يشوع قارن حاله بموسى، بس إذا اليوم بدي حط حالي محل يشوع كبشري كإنسان، لابد أنت مع شخص بعظمة موسى أنك تقارن نفسك فيه، ولما عم تاخد محله عم تقود الشعب عم تعمل نفس مهمته ما فيك ما تكون عم تقارن نفسك فيه. شوفوا موسى بعيون الشعب بتثني 34، شوفوا موسى شو كان بعيون الشعب، بيقولوا لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه، الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. موسى ما كان حي الله حدا عادي قدام شعب الرب. موسى يمكن اليوم مثل أي خادم ناجح أو أي أسيس كثير كبير بخدمته. تخيل حالك فجأة ما بعرف، خلينا ليش نروح، تخيلوا حالكم اليوم على مستوى كنايسكم فجأة عم تنحط مكان الراعي، أو فجأة عم يقلك أنت صرت الراعي بهيدا المحل، أو مسؤولة خدمة السيدات أو مسؤولة فريق تسبيح أو أي شيء. فجأة كان في شخص مالي مركزه كتير وعامل شغل كتير جبار، فجأة جيت ونحطيت ونقلك أنت رح تعمل هيدا العمل. منقارن ولا ما منقارن؟ أكيد. بيكون عنا جواتنا أنه الناس أكيد رح يكونوا جواتهم عم يقولوا مين أنا لحتى قود وكيف أنا بدي قود وهل هو عد مين هو بعدين. حتى لو كان هذا الشخص عم يتدرب وينعد، الحقيقة منه شيء سهل أنك فجأة تكون بمحل، يعني منه شيء أبدا سهل. لهيك خاصة أنه يشوع كان خادم موسى، يعني
بكل هيدي الفتره كان الشعب عم بيشوف انه موسى هو القائد ويشوع هو الخادم. اكزاكتلي. وما كان في وقت يمكن لموسى انه يسلم يشوع مثل ما مكتوب انه انتقل موسى فدغري استلم يشوع. صحيح. الله اعلن هيدا الشيء عن موسى وبلش يحضره بس ما كان في وقت، ما كثير تحضر الشعب. فلهيك اذا بتشوفوا كيف الله عظم يشوع بعيون الشعب، شوفوا كيف صارت بيشوع 3:15-16. شداي بتحبي تقرين له يشوع الإصحاح الثالث 15-16. فعند إتيان حاملي التابوت إلى الأردن وإنغماس أرجل الكهنة حاملي التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوته كل أيام الحصاد. بس؟ لا 16. وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن آدام، عن آدام المدينة التي إلى جانب صرت قريت زيت السطر مرتين. لا مزبوط. مزبوط. والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح انقطع تماما وعبر الشعب مقابل أريحة. شوفوا شو صار. أول معجزة، واللي اليوم لما منقول لو سألكم السؤال موسى أكيد حدا منكم رح يجاوبني شو؟ صخرة اللي شق البحر. مزبوط أكبر من موسى. فورا أغلب الناس رح يقولوا موسى اللي شق البحر. فبعيون الشعب هذا كان غير كل الأعمال اللي صارت، هذا كان شيء غير عادي لما عمل موسى، أنه فرعون لاحقه وموسى شق البحر. بالنسبة لهم كان يعنيهم أكثر من كل الانتصارات ومن كل شيء صار. ف يشوع بمحل أنه أوكي أنت يشوع قدتنا بكم معلكة، فستلك بكم شغلة، بس انت بس انت شو حتعمل؟ شوفوا الرب شو عمل لحتى يورجي للشعب انه الله هو اللي ورا يشوع، مش يشوع ولا موسى، وانه الله نفسه مع يشوع، وكانه عم يبارك، عم ياكد على مسحه يشوع. شق نهر الاردن، لما بنقول انه كان نهر الاردن ممتلي لجميع شطوطه، يعني كان نهر الاردن فايض، كان نهر الاردن مثل البحر يعني ممتلي وصعب كثير. فالله فصل المي ووقفها مثل حيط، جمدت المي عمليا، يعني عم يعطينا تفصيل حتى انه المي وقفت مثل حيط بشكل او باخر وعبر الشعب على اليابسه بالنهر. فمره ثانيه الله لحتى يعظم يشوع شو عمل؟ عمل نفس الشيء اللي عمله مع موسى لحتى يبلش ويقول انه يشوع، ولاي حدا من الشعب بينه وبين حاله كان عم يقارن، وحتى يشوع اذا بينه وبين حاله سال انه مين انا، لحتى يقول له انه انا هو اللي عم يعمل، انا اللي شقيت البحر مش موسى، وانا اللي وقفت النهر مش 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 موسى. هلا السؤال الصعب، وعنا شي مره بصور المقارنه؟ هل في شي مره قارنا حالنا بين حدا ثاني؟ هل في شي مره شعرت حالك انه انت هيدا الموضوع مش بس سور صغير بحياتك لكن سور كبير وما عم تقدر تتجاوزه وعم يوقف انك تتقدم بالخدمه لأنك عم تقارن نفسك بناس تانين؟ يلا بدنا نجاوب بصراحة. إذا أنا بصراحة بالخدمة مرات طبيعي بفوت فيها وبأمور تانية حتى يمكن هي مش بالخدمة. يعني بتذكر كتير وقلتها مرة بالبرنامج إنه مرة كنت عم بقله، عم بحكي أنا وزوجي الياس عم بقله بشكر الرب على كل بركاته وعلى كل شيء، وعن جد ممنونة للرب يعني. وما في يمكن شي ساعة انه هيك فتحت فيسبوك يعني وشفت كم صورة عملت ديبرشن، انا ما ليك هدول شو عندهم، انا ما عندي. بعدين دغري تذكرت من ساعة واحدة كنت عم بقول عم بشكر الرب على نفس الشيء يعني اللي هلا شفته صار ناقص بعيوني لانه شفت شيء ثاني. فقلت له يا رب سامحني قديش انت عن جد مباركنا، ويمكن الشخص الثاني عنده هال 1 2 3 بس انا عندي 1 2 3، يعني مش قصة من أفضل. ولكن الرب كل واحد عطيه بركة معينة. لازم تعرف هذه الترنيمة أشكر ربك على كل اللي عندك علشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير. هلا ما بعرف قديش هي حلوة إنه اللي عندك حلم، بس مزبوط اللي عندنا إياه لازم نكون ممنونين له. بس المقارنة بتصير وخطرة إذا ما دغري بتنحط بنحط طلع حد. صح. طب وإذا أنت ما كان عندك شيء غلط، مش حرام غلط تقارن، يعني اذا انت ما عندك شيء وشفت انه حدا عنده غلط انك تقول انه ليش هذا الشخص عنده وانا انحرمت منه مثلا. هاي كذبه. انا بقول انه انا ما عندي شيء، بلا كل واحد عنده شيء. ما في حدا مش عم نحكي يعني. اذا عم نحكي بلا في اشخاص كثير خسرت اشياء. مزبوط. يمكن في حدا ربي مثلا، عم جرب فكر مثلا مع تمر مثلا، ممكن تلاقي حدا بيقول لك ربي بعيله وعيله كبيره وكذا وهيك، وفي حدا من هو صغير مثلا توفوا اهله الاثنين مثلا، هيدا على
ابسط مثال ممكن. فهيدا مضطر انه يشتغل من هو طفل لحتى يدرس ويتعلم وبالاخير ترك الدراسه تيشتغل ويعمل وما قدران يجيب الاشياء اللي عم يجيبها الشخص اللي هو مثلا صديقه بالجامعه، بس متوفر له كل شيء، وفروا له اهله اول شيء الجو، ثاني شيء وفروا له الامان، وفروا له الدعم المادي بكل قصص حياته يعني. فهيدا الشخص اللي بيطلع. فهمت عليك، بس انا بحسها حسد وبحسها عدم امتنان يعني. هيدا السؤال، كل مقارنه هو حسد؟ بعتقد يعني كل بعتقد انه انا مش مبسوط لانه انا مش مبسوط له، انا ليه هو عنده انا ما عندي؟ هيدي منا يعني. لو انا فرحان له انه هو عنده، ايه انا ليش وانا ما عندي مشكله، بس انا متقبل واقعي انه انا هيك ربنا عطاني اني ابني حياتي مثلا من الصفر، معقوله اقول انه هيدي منا مقارنه، لكن هي قبول للواقع، وهي بشكل او باخر انه الانسان شايف الدنيا. بس لما بتصير القصه انه لانه بشكل او باخر اجباري رح تحط جواتك لوم، رح تحط جواتك مراره اكزاكتلي. بس وجد بهالمراره اللي عند الرب هو الغلط يعني. اذا انا حسيت بمحل معين انه ليش هذا الشخص عنده وانا ما اعطيني، ورجعت وجهت بهيدي هي اللي عند الرب. هلا بغض النظر يمكن الرب جاوبني، يمكن الرب بعده مضطرني ما جاوبني، بس انه هل غلط اني انا اكون عم بقارن او اكون انا يعني انا بعرف الحسد اني اتمنى الشيء اللي عنده اياه الشخص واحلمه منه يعني. انا اتمنى مثلا شيء عندها اياه جويس انه هي ما عندها اياه يكون انا عندي اياه. انا هيدا بعرف الحسد صح ولا لا؟ وبعرف انه الغيره هي لا، انه انا معقول غار مثلا انه انت عندك شيء واتمنى لي بس بدون ما انت تخسري. ما بعرف اذا انا مره سمعت هيدي المقارنه، ما بعرف اذا صح ولا لا. ايه بس انا بقول تطبيقيا انه انا بدي اياها لإله او ما بدي اياها لإله، بالنهايه بحياتي انا عم بتطلع بشيء ثاني وعم بشوف انا اللي ما عندي اياه. هيدي يعني ما حتعمل شيء بقلبي ما فيه شيء بوزيتيف، ما في شيء بتغذي المراره بتغذي صغر النفس، بتغذي انك تشعر بسلبيه تجاه حالك وتشعر انه انت مظلوم من من المجتمع. أنا يعني اللي بتغذي اكثر يمكن السلبيه من انه تعطي شيء ايجابي. فلهيك نحن عم نقول يمكن وشغله ثانيه عم تقول انه بروح عند الرب وبشوف اذا الرب بعد ما جاوبني. الرب مجاوب هون يعني واضح. اذا واحد بيقعد بالكلمه بشوف قديش الرب مباركه وعطيه، فيعني الرب ما حي يطلع له اعلان جديد من الرب هلا بكلمه مش موجوده، هي حتكون بالكتاب المقدس عن هذا الشيء. في ناس يمكن مزبوط خسرت كثير، يمكن الحكي سهل نحن نحكي، بس عم نحكي على الاشخاص اللي عن جد خسرانه كل شيء. هلا انا يعني بالنهايه انا قصه ايوب اكثر قصه يمكن بتشجعني وبخبر فيها العالم. بس هنا لما بتخبري قصه غير ما تكوني عم تواجهي مع شخص هو فعلا عن جد خسران كل شيء، عم يطلع بيقول لك انه ليش يعني ليه هذا الشخص عنده هيدي الكيسه عم بتطرحها مش عم بتطرحها. ايه لا مزبوط، انا معك نحن يعني لما بتكون بوضع يمكن متامل لك ولو المينيموم بهيدي الحياه، غير دائما بدك تفكر هيك، ما فيك تحط وتقعد تحكي من فوق مع اي حدا بهذا الموضوع، لانه الناس ما عم تقارن من عبس، عم تقارن ايام. في ناس بتقارن حسد وضيقه عين، بس في ناس بتقارن لانه عن جد متالمه بهيدي الحياه ومنتظره. فهو موضوع منه سهل، لهيك قلت لكم هو شوي خطير وهو شوي قوي. وشوفوا بالرساله، رساله بولس الرسول لغلاطي 5:19-21 شو بيحكي عن المقارنه. بيقول اعمال الجسد ظاهره، بيوصف انه المقارنه واي شيء من مثل المقارنه هو يعتبر عمل جسد. بيحكي التي هي زنا، عهاره، نجاسه، دعاره، عباده اوثان، سحر. بعدين بيقول عداوه، خصام، غيره، سخط، تحزب، شقاق، بدعه، حسد. وهدول كلهم اللي ذكرتهم، العداوه، الخصام، الغيره، السخط، تحزب، شقاق، بدعه، حسد، هدول كلهم نتيجه المقارنه. وبتوقع بشكل او باخر كلنا بمحلات يمكن مرقنا فيها، ما بعرف، يمكن بالخدمه، يمكن بحياتنا، يمكن بالمدرسه، يمكن بشغل، انك حطيت حالك مقارنه او حطيت حالك راس براس، ليش هو مش انا؟ وفجاه بعد فتره رح تلاقي حالك هذا الشخص ما حدا يقول لي انه بحبه، ما حدا يقول لي اني رح احبه او اني رح اقبله او رح افرح له، رح تلاقي بينك وبين حالك حاسس انه في عداوه، في خصام، في غيره، في سخط، في تحزب تجاه انت بدك مجموعتك، لما هو عامل مجموعه بدك تعمل مجموعه ثانيه، ونحن مجموعتنا كول اكثر من مجموعته بدها تكون، في شقاق، في بدعه، في كثير اشياء رح تلاقيها دائما عم تنتج نتيجه المقارنه. لهيك المقارنه صور خطير، وابليس بيعمل انه يبنيه بشكل كثير محترف لحتى فجاه تلاقي حالك شو علقت فيه. ما بعرف ديفيد، انا كنت بقول مثل ما قلت نور انه كمان انه هذا الشيء بقود لامور سلبيه اكثر ما هي ايجابيه. يعني لو قد ما كان الشخص وضعه يمكن اذا بدنا نقول ليفل زيرو، يمكن المقارنه رح توديه لليفلز بلو زيرو، تحت صفر كمان.
لأنه مثل ما قلنا الخوف كمان بشل وبحط الشخص يمكن بقفص معين، كمان المقارنة رح تحط هذا الشخص بقفص معين ورح تشله ورح تربطه، ما رح يكون عم بيقدر ينتج أو يقدر يحسن وضعه بإنتاج معين طول ما هو عم بيطلع بطريقة مقارنة، ومش رح يحب اللي عنده لو كان عنده أحسن شيء بهالحياة. وهيدي حقيقة، في ناس بتلاقيها عندها كتير أشياء بس مش راضي، بيقول لك بعد بدي أفكر الحل إنه أنا إذا عندي هيدا الشيء أنا حكون مبسوط، أنا حكون مبسوط، بعدين بصير عنده وما بيكون مبسوط وبيقول ما أنا صار عندي هيك وبعد الثاني ما عنده هيدا أو صار عنده أكتر، فأنا ليش هو اللي يصير عنده؟ دائما منحط حالنا بهيدا المحل وبصير الموضوع بشكل أو بآخر إبليس مسيطر على حياتنا بالمقارنة، ودائما لازم يكون عنا شخص نقارن حالنا فيه. نحن بأيام إبليس بيكذب علينا، بيكذب إنه حط شخص قدامك مثال أعلى، بس بتحول هذا من مثال أعلى لأنه شخص أنت بتحب تستنسخه أو بتضل دائما عم تلاحقه وتجرب تكون أحسن منه وتنافسه، وبتأدي لأجواء يمكن سلبية بالخدمة وبكل شيء. فسور المقارنة سور خطير، سور إبليس بيشتغل إنه يبني، ويمكن جرب إنه بشكل أو بآخر يبني بوقت يشوع بين يشوع بنفس بين يشوع بنفسه بينه وبين موسى أو بالشعب. فالله ما بيعطي أي فرصة، ولما بتكون أمين مع الله، لما بتكون واعي لحرب إبليس الروحية، نعمل هالترنيمة من أولى اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي، إيه مزبوط، في عالم روحي بالسماء، في عالم روحي بالسماء، وإبليس نحن حربنا مش مع لحم ودم، إبليس روح وبيجرب دائما بأفكار بأشياء صغيرة يدخل لحياتنا. لهيك لازم ننتبه على الثغرات، لهيك لازم دائما يكون في عنا هيدي الوقفة ونوقف نشوف أنا هلأ وين أسواري، هل أنا حامي حالي منيح ولا إبليس عم يهدم الأسوار وعم يبني أسوار عم تعزلني عن كلمة ربنا. في أول شيء بتعرف لو كان يشوع أو حاجة الله واحد منا اللي هو عم بيطلع بغيره وشوف هيداك غيره شو عنده، إذا الرب أنا عطيني في دعوة لحياتي معينة أنا ما حكون عم بقدر عيش هيدا الدعوة وكون عم بركز عليها لأنه أنا عم بطلع بمحل تاني. وبصير إذا حتى أنا كقائد أو أنا شو ما كان شغلي أنا بدي مثل ما أنت عم تحكي عن مثال أعلى، أنا شايفة أشخاص اللي بيحبوا قائد بتلاقي عم بنكت نفس نكته وعم يعمل تحركاته بيطلع كتير كتير غلط كتير بشع، ومبين واضح إنه في تقليد، مبين إنه ما في صدق، ما في جينيوين، يعني إنه هالنكتة مش هاي مش شخصيتك، بس لأنه أنت مفكر أنت عم جرب تكون مثل هيدا الشخص خسر شخصيته هو مين، بدل ما هو يقعد يشتغل بنقاط قوته عم بيطلع بهيداك وعم بجرب يكون مثله، هاي وحده عم بيخسر دعوه وعم بيخسر يعني الرب خلقه بشكل معين وشخصيه معينه ليكون هو هيدا الشخص مش حتى تاني. وبالنهايه كلنا بدنا نطلع بيسوع نتشبه فيه نتشكل نشبه، ومش نشبه اشخاص تانيين، مش معناتها قالوا انا ما بتعلم، يعني بالكتاب المقدس بيحكي مثلا للسيدات بيقول لهم انتم مثلا كونوا منتورز للاصغر منكم، في اكيد هذا النوع من التعليم، بس ولكن مش هنقلد اشخاص تانيين. شغله ثانيه انا كثير بحب بولس مثلا بواحدة من الرسائل بيقول انه انا صار معي هيك، عشت بالغنى وعشت بالفقر وعشت بالغرق وعملت وعاصتني حي وكل شيء، بعدين قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، يعني عم بيحكي عن هذا عن انه شو ما كانت الظروف اللي انا فيها استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ف ليه بدي اطلع انه انا لا بدي اكون مثل هيدا او بدي اكون مثل هيدا، يعني هيدي يعني انا بحزن من حالي وتعملها وقديش بقول له يا رب كأنه أنا أنت هالبركة اللي عطيني إياها أنا شو هاي أنت عطيني لك، يعني في عدم امتنان للرب والمرارة اللي بتصير مش بس تجاه الأشخاص، بعتقد هالمرارة اللي الشيطان بيحطها تجاه إلهي بصير نعاتي بالرب إلهي، أنا إلهي ما بيحبني لأنه بحبه كأنه المسيح ما مات كرمالي مثل ما مات كرماله، يعني هيدي أعظم هدية هي موت المسيح كرمالي، بس أنا لا لإلي أهم البيت وأهم الشكل وأهم المال كأنه هي، وهذا الشيء يعني بحزن الرب انه شو الاهم. تعقيبا على كلامك اليوم ما تستغربوا شوي، بس كنت قاعد عم بتفرج على الفيسبوك ففي ما بعرف طلع لي بوست هيك ميديكال شوي طبي وعم يحطوا صور اعضاء بالجسد الداخليه الاشياء اللي احنا ما بنشوفها، يعني كيف شكل الرئتين كيف شكل الجسم وكذا وهيك، وانا عم بقرا وهيك عم فكر تذكرت انه هيدا الجسد كيف كل عضو منه له اهميته، الصغير فيه والكبير، وكل عضو منه بيعمل وظيفته بالشكل المطلوب منه، ونحن هيك كنيسه مدعوين لما منفكر هيك منصير نقبل وظيفتنا ونقبل مهمتنا من دون ما نقعد نتزمر. يعني تخيلوا مثلا لو الاعصاب اللي جوا اللي بتتحكم بكل تصرفاتنا قالوا يا اخي نحن
دورنا صغير ومش مبينين ما بدنا بليز اعطينا حقوق اكثر او او خلينا نحن نتحكم مش الدماغ يقعد يرسل لنا اشارات الجسم كله بيخرب شغله ونحن هيك كل حدا فينا له امتيازه لما بتفكر انه انت بالرب والهديه اللي اعطانا اياها الرب هي شخصيه لك ولما بتفكر انه بالرب هو امتيازك انك رح يستخدمك باللي عندك باللي موجود عندك وبظروفك الحاليه بشكل يمكن غيرك لو مرق بنفس ظروفك ما يقدر يعيش اللي انت بتستخدمه انا هيدا الشيء دائما بيعزيني وبيخليني احس انه نحن عن جد لازم نوعى لهيدا الشيء ونوعى لاهميتنا ولمكاننا هلا عم يقولوا لي كمان انه معنا اتصال من ماروم من فنلندا الو الو مساء الخير يعطيكم العافيه مساء النور اهلا مارون سوري بس انه عم اعطاكم عن الموضوع بس اكيد عندكم مانع اذا شوي صغير شوي بختلف لانه انا حاسس مثل كانه عم نروح من اقصى اليمين الى اقصى الشمال ورح جرب شوي افسر بسرعه شو هو الموضوع تفضل بفتكر انه شوي السيستم يمكن لانه غلط بلبنان انه مجبورين انه نتكلم من اقصى اليمين الى اقصى الشمال مثلا هون كل شيء بيتأمن والدولة بتأمن هيدا الشيء لكل شخص بغض النظر إذا أهله عندهم مصاري بغض النظر إذا ما عندهم مصاري يعني كل إنسان عنده مجال إنه بحياته يقدر يحقق الأشياء اللي بحبها بينما بلبنان لسوء الحظ السيستم بيجبر إنه مثلا الشخص يلي عنده مصاري بيقدر يأمن لأولاده أشياء شخص ثاني يلي ما عنده مصاري ما بيقدر يأمنها صحيح بفتكر هيدا مش يعني هيدا نقطة لازم واحد يتكلم عنها يعني الشيء اللي بفنلندا ما بنقدر نتكلم عنه بنفس المستوى عن الشيء بلبنان وتاني شيء مزبوط إنه نحنا كلنا أعضاء مختلفة بجسد واحد وكل عضو عنده أهميته ولا عضو لازم يقول أنا بدي يكون عين إذا هو ربنا طالبه إنه يكون إيد أو إذا طالبه يكون إجر وإلى آخره عم بتكلم شوية مجازية يعني بس بنفس الوقت ما نوصل كمان مثل كأنه بدنا نحن كل إنسان ما بقى يكون عنده طموح ولازم يقبل المستوى اللي ربنا حطه فيه نحن ما بنعرف ربنا كيف بده يغير حياتنا وربنا بده كمان أنه نحن نشغل طموحنا صحيح. وبفتكر أنه هيدا الشيء أنه أنا بتطلع على غيري مش لأحسده بس لحتى أحب أنه أنا كمان أتقدم ما بفتكر أنه هيدا الشيء غلط وسوري ما تفهموني غلط ما عم جرب انتقد بس عم جرب لا لا عم تحكي ما بنقد مارون في فرق بين انه انا بدي اتقدم وفي فرق بين انه انا بدي اكيد مش معناتها بس معناتها انا بس بدي هيدا الشيء لانه هيداك عنده اياه مزبوط هيدا يعني بعتقد هي الدافع هو اللي بيعمل هيدا الشيء يا خطيه يا اذى لحياتي يا بيعمل شيء مثل ما انت قلت ليقدمني ليحسن حياتي والحواليه بقى ننتبه ما يكون يعني ما نوصل للحسد ولكن بنفس الوقت ما نفكر نحن حالنا انه اذا حابين انه نتقدم وحابين انه نحسن حياتنا انه هذا الشيء غلط رح اقول بس اخر نقطه سوري بعرف انه عندكم كثير اشياء تقولوها وقت الام تريز راحت على كالكوتا بالهند لانه هنيك عندهم خلينا نقول فلسفات غريبه الشكل بيقولوا انه الانسان مثلا اللي بيخلق فقير خلق فقير لأنه ربنا بده إنه أو الآلهة بده إنه هو يخلق فقير لأنه أكيد عمل شيء غلط بحياته السابقة بقى بالنسبة لهم كأنه كانت عم تعمل هي ثورة إنه تغير من مستوى الشخص يلي كان فقير إنه ما يضل فقير صحيح. بينما هي فسرت إنه لا كل إنسان له قيمة بغض النظر إذا كان فقير أو مش فقير وهذا الشيء اللي نحن ننتبه منه إنه ما نوصل لنقطة إنه نقول لا إذا أنت خلقت بهالمستوى لازم تدل هالمستوى وماشي كثير سوري ما بدي اطول عليكم ويعطيكم العافيه وربنا يكون معكم ثانك يو مارون بسطنا باتصالك انه زمان ما سمعنا صوتك ودائما نحن بنحب مشاركاتك وهذا الشيء بشجعنا بالعكس اللي انت قلته هو 100% ما علينا نحن عم نقول نحن مش عم نقول لازم ترضى مثل ما انت وترضى بواقعك وما تطالب لا الله بيقلنا انه هو بيستخدمنا بطرق غير عاديه واللي استخدم يشوع واللي استخدم رجال الله بالعددين قادر يرجع يستخدمنا اليوم ويعمل اشياء غير عاديه لكن نحن عم نجرب انه ما يمكن خلينا ناخذ اتصال كمان بما هذا يعمل كونكتينج نحن اللي عم نجرب انه نحن ما نكون عم نقارن بيننا وبين اي حدا تاني او نتيجه فشلنا بشيء نعلقه انه الناس عندها وتوفر لو نحن ما عندنا نحن بنعمل اللي علينا بنسعى بنجاهد الجهاد الحسن وربنا اكيد رح يعطينا اكثر مما حتى نحن بنستاهل بايام اجى الاتصال ايه بس بعد عم يعمل كونكتينج طيب
ننتظر هيك اذا اخذ كونكتينج ولا بنحضر كليب على الهواء بلكي بنطلع هيك بناخذ شوي. انا بس ممكن شارك شغله صغيره بالموضوع المقارنه قبل ما ننهي الموضوع. تذكرت هلا لما فاتوا ال 12 تجسسوا الارض يشوع وكالب كان عندهم نظره مقارنه غير العشره البقيه. بعتقد لو يشوع وكالب قارنوا حالهم بالشعب اللي شافوه بالعماليك اللي شافوهم مثل ما العشرة البقية شافوهم يمكن ما كانوا امتلكوا الأرض وما كان فات الشعب امتلك الأرض. ف أوقات الأشياء بتتحدانا تتغيرنا، يعني ممكن مثل ما قال مارون إنه بيكون في دافع أو طموح لأنه نحن نروح صوب هذا الهدف يعني. ف يعني العشرة اللي قارنوا حالهم وشافوا حالهم صغار بهيدي الأرض ما شافوا هيدي الأرض وما شافوا ما أخذوا الموعد، شافوا حالهم كالجراد. صحيح. شافوا حالهم كالجراد لهالدرجة لما قارنوا حالهم صار عندهم إنه لقوا حالهم إنه يا أخي الأرض حلوة ومزبوط مثل ما الله علينا بس قدام الشعب نحن مثل الجراد. بينما يشوع وكالب دخلوا بمفهوم تاني، دخلوا بمفهوم الله اللي دعاهم واللي عمل كل هيدي الأشياء، قالوا نصعد ونمتلكها. هذه الارض فيها فايض بركات اكزاكتلي. فلهيك هن الوحيدين اللي دخلوا ارض الموعد بينما جيل بكامله راح وما قدر يفوت ارض الموعد لانه ما امن. طيب حكينا عن يشوع، حكينا عن سورين لحد هذا الوقت، اسوار الخوف واسوار المقارنه، وصلنا لاسوار اريحا. تمار بلكي بتقري لنا يشوع 6 من 1 ل 5. أوكي. 6:1-5. وكانت أريحة مغلقة مقفلة بسبب بني إسرائيل، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع: انظر، قد دفعت بيدك أريحة وملكها جبابرة البأس، تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام. وسبعة كهنة يحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت، وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة 7 مرات والكهنة يضربون بالأبواق. ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم صوت البوق أن جميع الشعب يهتف هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه. أمين. عمركم شيء واجهتوا شيء موقف بحياتكم، تحدي معين ما بعرف أو شيء معين داخلين فيه، وكنت رايح والله عم يقودك بقلب هالتحدي اختبار ورا اختبار اختبار ورا اختبار، هيك شيء موقف بحياتكم ما بعرف شو، وصلتوا لمحل معين متوقعين انه هلا الله بقى شو رح يعطيك الخطه بالتفصيل، قلت لك 1 2 3 بتعمل هيك بتعمل هيك بتعمل هيك وها بتوصل. فجاه بيقول لك الله بلش صلي وصوم، لف ودور حوالين هيدا المكان، شوفه بالايمان قبل ما تاخده بالعيان. صارت معكم شي مرة؟ روحيا أنا يمكن إيه صايرة معي إنه شي اللي عم بحاربه روحيا اللي عم بلف ودور صار لي سنين وبعد إيه إكزاكتلي. فلما بتقرا القصة ولما بتقرا، أنا بحب لما بقرا القصص بتخيلك كأنه قصة أكثر من إنه بجرب هيك حطها براسي كأنه قصة. لا هي قصة. فلما بتقرا القصة إيه وبتحس الأحداث تبعتها، بتحس عم تعمل لحظة البيك إنه الله بلش مع يشوع عم يقول له ما تخاف، عم يأكد له على الموضوع، الشعب عم يمشي وراء، عظمه وفتح نهر الأردن. فجأة وصلنا لمحل هلأ أكيد الله رح يعطيه خطة عسكرية، رح يقول له بتخفر خندق من هون، بتعمل هيك من هون، بتوقف قدام الباب، رح تهزمون شر هزيمة أو رح انزل برعود بكذا. لكن فجأة بيقول له الله بيعطي طلب غريب، بيقول له لف ودور حوالين المدينة 6 أيام، وباليوم السابع لف ودوره 7 مرات، وبعدين لما بتسمعوا صوت البوق اهتفوا ورح خليكم تمتلكوا المدينه. بالتسبيح والهتاف يعني. بالتسبيح والهتاف، فشيء غريب طلبه الله. معنى اسم مدينه اريحا هو مدينه الروائح العطريه، وهي مدينه كانت بتعبد القمر، مدينه وثنيه. ولما يبلش بيقول كانت اريحا مغلقه مقفله، مستحيل حدا يدخلها ولا يطلع منها، مسكره. ولما بتقرا هذا الشيء بالاعين الروحيه للقصة بتشوف انه أريحة بتشبه اليوم اي مؤمن واقع تحت سيطرة ابليس، مغلق مقفل. شوفوا اذا بترجع
لغلاطيا، المحل اللي قرينا منه من شوي، رسالة غلاطيا 5 الأعداد 19-21. شوفوا هيدا، رح أرجع أقول الآية مرة تانية. أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبق فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه الأمور لا يرثون ملكوت الله. أنا وعم بدرس هيدا النص وعم بدرس هيدي الآية حسيت إنه وأنا هيدا بؤمن إنه مثل ما نحن عنا استراتيجية بحياتنا ومنمشي باستراتيجيات ومنجرب نفكر بأي منستري لخطوات وكذا، إبليس عنده استراتيجية لحتى يبني الأسوار حول المؤمن. فهي واحدة من اثنين، ولأنه عم نحكي عن أريحة، ليش كانت مغلقة ومقفلة إذا بدنا نحكي؟ لأنه مدينة وثنية، فالطبيعي إنك تعرف إنه النجاسة والزنا والعهارة والدعارة وعبادة الأوثان والسحر والقتل موجودين، كانوا موجودين وبكثرة، مش إنه موجودين، كانوا موجودين وبحالة جماعية. ودائما لما بنقول عبادة الأوثان كانوا هدول الناس يقدموا نسائهم، كانوا يقدموا أطفالهم رضع، يقدموهم بعد ذبائح ويعملوا نجاسات غير عادية. يعني نحن مفكر إنه الشذوذ هلأ، بس الشذوذ من هذيك الأيام وكان شيء غير عادي النجاسة اللي يكون فيها الشعب. فمجرد إنه مدينة بتعبد الأمر كان في نجاسة وفي زنا وفي بعد عن الرب غير عادي، لهيك هي مغلقة ومقفلة، مش بس كأسوار لكن مغلقة ومقفلة روحيا. وهذا اللي بيعمله إبليس. عندك واحد من اثنين، هو إما بيحتل السنتر تبع الإنسان وبيغلقه وبيقفله بعادات زنا ونجاسة وكذا، ولما بتشوف أي حدا وبتجرب تحكي معه وبتشوفه فايد بهذه الأمور، فايد بعلاقات مش مزبوطة، وفايد بدراجز، وفايد بسحر، وفايد بكذا، بتحس أنك بتحكي معه حكيك بيضرب بحيطه وبرجع مغلق مقفل، مستحيل توصل له. ليش؟ لأنه إبليس مسيطر عليه، مزبوط، في عمى روحي مستحيل توصل له. أو بتلاقي أنه إبليس بيبدأ يبني الأسوار شوي شوي، بيبدي أسوار خوف، بيعمل أسوار مقارنة لحتى يعزلك، ولما بيعزلك شو بيعمل؟ بيحتل المركز. فلما بتقرأ هيدي الآيات بتشوف أنه حقيقة هيدي الأعداد بغلاطية بتورجيك فكر استراتيجية، أو بتورجيك نوعا ما كيف إبليس بيشتغل على الناس. هيدي الأشياء اللي نحن نتصرفها اليوم نقول عادي، ولو مش هي أنه أنا بحسد بس ما بقتل، أنه أنا بعمل، انتبه، لأنه إبليس شغلته أنه يبني أسوار حواليك ويجرب يعزلك، يغلقك ويقفلك مثل ما كانت أريحة مغلقة ومقفولة. وشوف تعقيبا على اللي أنت قلته كمان، أنه نحن لما يشوع وكالب راحوا لهنيك، الشيء اللي صار كان شيء غير عادي. يعني فجأة الشعب كله دخل بخصام بين بعضه. الشعب على فكرة من 40 سنة كانوا واقفين بنفس الموقف عند أريحة، وموسى كان القائد بهيداك الوقت وعم يقول لهم بدنا نفوت وهيدا الوقت، لكن الشعب خاف، وكأنه في روح دخلت وزعزعت المحل كله. هالعشرة اللي راحوا زرعوا روح خوف بقلب الناس، فما قدروا يفوتوا ولا يقربوا على هيدا المحل. وبعد 40 سنة رجع الشعب يواجه نفس المكان، نفس المحل، من نفس المنطقة. ممكن منفكر أيام أنه الله لما منفشل بمحل بيخلينا ندور دورة وبيقلنا يلا فوت من غير محل، لا، بس الله بده يانا ننتصر على هيك محلات مغلقة ومقفلة، يمكن بحياتنا ويمكن بحياة ناس ثانية بحياتنا. فمعركة أسوار أريحة، الله ما كان بس عم يهدم أسوار من حجر، الله كان عم يهدم أسوار روحية عند الشعب وعند عند عند الناس اللي كانوا. لازم نفهم انه هيدا المكان كان جدا صعب يدخلوا له، فكان في اسوار عم تنهدم، اسوار الخوف، اسوار المقارنه، كل شيء كان يمكن ابليس عم يجرب يمتلكه كان عم ينهدم بهيداك الوقت. ومنشوف شغله صغيره كمان حلوه حبيتها، انه 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 اللي صار انه يشوع ما دار لحاله ولا الكهنه داروا لحالهم، الشعب كله كان عم يدور. والأهم من هيدا، يشوع ما خبر الشعب شو رح يصير، ما قال لهم هيك هيك رح يصير، قال لهم بتعملوا مثل ما عم قلكم. ومنشوف إذا بنقرأ القصة منشوف أنه بكر يشوع في الغد، هو كان عارف لأنه الله قال له هيدا الشيء، قال له الله رح خليك تمتلك. فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد. بعدين دعا يشوع بنون الكهنة وقال لهم احملوا تابوت الرب ولو نشتازوا ودوروا دائرة المدينة. فورا يشوع بلش عطى الأوامر وما فسر للشعب ليش، والشعب طاع يشوع، مشي ورا يشوع. واللي بحسه انه بهالست ايام اللي كان عم يصير كان في اسوار جوا الشعب عم تنكسر، وكان كل ماله الشعب عم يحس انه اليوم رح يصير شيء. لهيك باليوم السابع لما داروا 7 مرات كان الشعب جاهز، ولما هتف ما بعرف شو هتفوا، بس اللي هتف هللويا، اللي هتف الرب صالح، اللي هتف هيا بنا، ما بعرف شو هتفوا، بس اللي هتف هتفوا من قلب، المكان تزلزل
وحضور الله كان واضح لأنه كان الشعب خلص جاهز وعارف أنه الله مستحيل بعد هالتعب الست أيام وآخر يوم عم ندور حول المدينة. يا جماعة إذا مندور حوالين الطاولة 4-5 مرات منلهت هلأ كلياتنا مندوخ. فكانوا عم يدوروا حول المدينة وعم ينزلوا ويطلعوا جبال وعم يعملوا هذه الأشياء، عم يدوروا حول المدينة ووصلوا لمحل خلص عرفوا أنه هلأ الله رح يعطينا ورح نمتلكها. كانت حالة إيمان عامة عند كل الشعب وامتلكوا المدينة، والمغلق والمقفل انكسر. هيدا إلهنا، لا عنا أشياء مغلقة ومقفلة توقف بوشنا، بس محتاجين نعرف كيف نحاربها روحيا مثل ما إبليس عم يحاربنا روحيا. شو رأيكم؟ شو عم نعمل لحتى نهدم الأسوار بحياتنا؟ أنا بحياتي في أسوار، أنا مش عم بحكي عن ناس ونظر وقول أنه أنا زلمة خالص من الأسوار، لا، بحياتي لليوم في أسوار. أيام إبليس بينجح أنه يبني أسوار خوف أو أسوار مقارنة، بينجح يمتلك بأوقات، أو أيام بحس في ناس بحياتي بحب أوصلهم بس مغلقين ومقفلين ما عم يعطوني فرصة أوصلهم. شو عم نعمل لحتى نهدم هيدي الأسوار اللي عم نواجهها بحياتنا اليوم؟ هل أخذين القصة اعتباطي أو واعيين لاستراتيجية إبليس وعم نجرب نحن نمشي باستراتيجية الرب؟ شو رأيكم؟ بتعرف نحن ما يعني ما منلف، يمكن الرب بقلنا أنه في طريقة يمكن لنعمل، بس يمكن منلف مرتين ثلاثة، يمكن لو أنا كنت معهم بكون بقول لهم تعبت بدي أقعد عشانها. بس يعني أنا هلأ عم بحياتي إن في شيء كنت عم صليله وصمت كرماله، صار في تغيير بحياتي، بس مش مثل بعتقد الحرية اللي أنا الرب وعدني إياها وأنا بدي أعيشها. ففكر إنه ليش، طب أنا صمت وإنه ليش ما فيها، بس فكرت إنه مرات في قصص بدنا نرجع نصوم ونصلي، يعني مش معناتها إنه صارت مرة وخلص. فهلأ عم برجع هيك مثل عم برجع اتشدد واتشجع وارجع فوت بهالمرحلة الصوم والصلاة مرة تانية لمواضيع بحياتي، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، بدي ضل اتشكل واشبه يسوع كل مرة وأكتر وأكتر. والحلو إنه تعرف مش واحد، يعني الشعب كله بيكون شجع بعضه، يعني كل مرة صمت لحالي، هالمرة أنا والياس عم نصوم، حنصوم مع بعض يعني لنشجع بعض. بعدين كمان هذا بأثر إذا في حدا من المشاهدين يمكن فشلين، في ناس عم تحكي انه بدها خلاص نفوس لزوجها او لعائلتها، اذا صام واذا صلوا يمكن يتشجعوا من هذا الكلام انه يبرموا بعد بالصوم والصلاه بالتسبيح بالهتاف. والرب نحن ربحين، نحن مش هلا نحن المعركه مزبوط، نحن غالبين وهذا عشان هيك بنعمل كل هالامور. ديفيد يمكن كم بدي أقول شيء؟ أنا عندي كذا فكرة براسي. يلا قوله. هي يعني بعتقد أغلبية الأسوار بحياتنا هي حصون فكرية يبنيها إبليس وبيسكن فيها، يعني هي يمكن الأغلب 90% أو أكثر. وبعتقد نحن بإيدنا الحل، يعني لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. وبالآخر الهتاف والتسبيح، يعني هودي كلهم أدوات حرب هلأ لقلنا، بس نحن أوقات توقع منا هيدا الفكرة يعني أو هيدا الحل أو هيدا المفتاح. فهي المسؤولية مسؤوليتنا نحن، بنعرف أنه للرب دفع كل سلطان، فبحياتنا ما في سلطان ده الخوف، أنا بحياتي ما في سلطان لأي من هيدا الأسوار. بس كل ما أنا أفقد هذا المكان اللي عندي إياها بالرب، طول ما أنا مرة بعد مرة ما بعود شايف حالي أنا مين أو مكانتي وين بالرب، بصير أفقد هذا الشيء اللي عندي، بصير كبر سلطان إبليس بحياتي. هو فعلا منه سلطان، كنت عم تقول نور كأسد زائر، بس أنا بكون عم بعطيه، أنا بكون من خوفي أنا بكون عم بغذيه لإبليس أو للحصون وهالأسوار تكبر بذهني وبأفكاري. يمكن نحن أيام بيكون عنا مثل توقعات كتير عالية، مثل إنه الرب عظيم وهيك، فأنا بدي خلص إنه الرب عظيم راح يشتغل. فأنا يمكن بقول شغلة مرة واحدة خلص، صليت طلبت وبنتر إنه الرب يعمل شيء مد إجري، فخلص إنه إيه. بس إنه مثل ما عم تقول إنه كانوا عم بيبرموا، لو هن ما كانوا عارفين حتى إنه طب رح نربح، رح نقدر نفوت، مش صايره من قبل صح. يعني فمش متوقعين شيء. فيمكن نحن ايام لازم ننسى التوقعات تبعنا ونحن شو بنعرف عن الرب وهيك، ونكون انا عم بشتغل عم بشتغل معه كان حتى اوصل للاخر. صحيح، يمكن الخلاصه اللي عم نشوفها انه لهيك الكنيسه مهمه،
لهيك الرسول يعقوب لما قال اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض، هيدا دور الكنيسة، هيدا دور الجسد، أنه نكون حد بعض، نشجع بعض بمحلات معينة، ندور مع بعض كلنا كشعب بمحلات، ما بقى نواجه الشيء لحالنا، ما تسمح لإبليس يمكن اليوم يستفرد فيك. هيك إبليس بيقدر بمحلات يستفرد ويبني الأسوار ويستحكم بالمحل، لما يعزلك ويخليك لحالك. بس لما كل ما أنت محاوط حالك بالناس الصح، محاوط حالك بجسد الرب، إبليس مش رح يقدر يخترق، ورح تقدر أنت شوي شوي تمتلك الأراضي اللي امتلكها وتسترجع كلها وتنتصر. وهيدا دورنا نحن يمكن ككنيسة، نكون عن جد عم نشجع بعض، عم ندور مع بعض. وهيدا اللي أنا يمكن لي فترة عم تشجع فيه، وعم بطلب من الناس كلها أنه تعملوا أنه بليز لما بتشوف حدا تعبان ما بقى تقول له رح صلي لك، صلي معه، بلش لف ودور معه الأسوار، بلش روح ومشي معه واشترك معه بهيدا الشيء ومشي معه، حتى لو منك عارفان شو النهاية. بس نحن عنا بشكل أو بآخر بالكتاب المقدس بيخبرنا أنه الأسوار رح تسقط بعد 7 أيام، بعد 7 سنين الأسوار رح تسقط. هيدا إيماننا، هيدا إلهنا. فانا كان بالأخير بدي شجع الكل، لو شو من كان السور بحياتك، لو شو من كان وضعك اليوم، أنا تشجعت وكلنا يمكن بدل ما نتذكر ومنشوف هيدا القصة نتذكر أنه ربنا رح يجي وقت ويهدم الأسوار. وديفيد إيه قول يلا بعلي إيه لا علي قد ما بدك. تذكرت شغلة حدا قالها، God does his best work out of seemingly hopeless situation. يعني رب يعمل أفضل عمل له من situations أو مواقف بتبين يمكن إنه ما فيها رجاء وما يقوس منه. فبهذا الوقت رب بحب يتحرك يمكن تيظهر مجده وقوته وعظمته بحياتنا أكثر. أمين. يلا قبل ما نبدأ، كيف بتفكر تمار؟ كيف الواتساب؟ في صديقنا محارب عم يجرب يدق لنا بس مش ما عم نقدر نحكي، فرح نسمع فويس منه. ما بعرف اذا عم نسمعه هلا. لا ما عم نسمع. طيب لانه مش عم نسمع، المفروض نكون عم نسمع. طيب يلا. انا اسمي محارب من مصر، صلوا لاجلنا كثير لان احنا بنمر باوقات صعبه كثير هنا في مصر. كمان صلاة من أجل عائلتي وأسرتي إن رب يفتح عيون أبويا بابا، وكمان إنه صلاة من أجل الناس اللي في الجيش، كمان صلاة من أجل شخص اسمه سعيد من مصر، حد صاحبي يعني، صلوا من أجله إنه هو بيمر بأوقات نفسية صعبة كتير، فصلوا من أجله كتير. الرب يبارككم على هذا البرنامج. أمين. شكرا يا محارب. نحن قرينا رسالتك كمان اول ما بلشنا البرنامج وانبسطنا انه سمعنا صوتك هالمره. في صديق او صديقه بيقول مساء الخير، انا بحبكم وانا بحب الرب. صديقتنا امال من مصر بتقول انا بحبكم وبكون مبسوطه لما بتابعكم، الرب يبارككم. صديق بيقول او صديقه بتقول هاي انا اول مره بتابعكم ومبسوط. صديق مبسوط فيكم كتير، نحن بحاجة لهيك برامج، الرب يبارككم. في شخص كان عم يجرب يتصل فينا وما قدرنا، بيقول سلام المسيح، أرجو الصلاة من أجلي لأني واقعة في خطيئة كبيرة، ونفسي ربنا يسامحني ويقبل توبتي وأنسى الخطيئة دي وما فكرش فيها تاني. صلوا لأجل أني أرجع في علاقتي مع الله زي زمان. يا يسوع سامحني أرجوك، أنا حاسة أن ربنا بيعاقبني بسبب الخطيئة اللي أنا عملتها، لأنه أنا صار لي سنة ونص لحد الآن، صار لي سنة ونص متجوزة ولحد الآن ما صار في حمل. أرجوكم صلوا لي إنه ربي يتمجد ويعطيني طفل وحتى يسامحني. ما حد بنحب نقول شيء. لا بدي إلا إذا بدي إلا شيء، أول شيء إنه المسيح على الصليب أخذ كل القصاص اللي نحنا لازم ناخده على الخطية. الرب ما عم بقاصصك أبدا. رب إذا أنت طلبتي وأنت تبتي، رب أمين وعادل إنه يغفر كل خطايانا ويطهرنا من كل خطية. لا يذكرهم مزبوط. فأنت عيشي بهيدا الوعد، بهيدا الكلمة إنه الرب سامحك وغفر لك، وأبدا ما تعيش إنه رب عم بقصصني وبإنه يمنع الحمل. وبالعكس صلي إنه يا رب باركني وهيك تشجعي وتقوي. واهم شيء عن جد للواحد، يعني الكتاب قايلنا شو لازم نعمل لنحارب هالسهام العدو اللي هي بالسيف، بالكلمه. قري الكلمه، قري الكلمه لتكوني شبعتي وانغمرتي بمحبه الرب لك، وتغير فكرك عن هذا الفكر اللي انت عم تفكري فيه هلا لفكر هاد الرب بده اياه تجاهك.
آخر رسالة بقراها هي من إيريني، صديقة حكيتنا بشهر 12 كانت عم تقلنا أنه هي عمرها 18 سنة وبتتابعنا من زمان كتير، وكانت حابة أنه تحكينا وقدرت تحكينا وصبعت لنا مسج. رجعت هالمرة كمان حكيتنا عم تقول بتطمن عليكم عاملين إيه وتقول أنه أنتوا صورة حلوة لربنا والرب يستخدمكم أكتر وأكتر. طيب خلينا هيك بما تبقى من الوقت، طلعت معي من نشرة الأخبار نعمل فقط كيف بتفكر ونسأل السؤال كيف بنفكر. شوفي طيب نشوف شو آراء ضيوف عنا بالحلقة. اوكي هات لنبلش بالشداي. شو كانت اكبر مغامره انت فيها بحياتك؟ قد ايه عمرك شداي؟ 16 سنة. شو اكبر مغامره شداي عملتيها؟ اللي بلشت مزبوط شيء 3 سنين يعني. عن جد؟ اوكي. من اللي بتذكره صراحه انا هني شخص كثير ادفنتشرس وبروح وبعمل، بس اللي كثير بتذكره واثر فيه وكانت اكبر مثل تحدي قطعت فيه بحياتي، انا من سنه هيدي هالسنة السنة الماضية كنت بمسرحية المدرسة، هي مسرحية كبيرة، وأنا أخذت أول شيء كان دور بسيط يمكن، بعدين رجع سلموني دور بطولة وأنا كنت مش متوقعة، وكان تحدي بالنسبة لي ما كنت شوف حالي قادرة أنه أوصل لهذا الشيء، وكان مرحلة 6 شهور عم نتدرب بالآخر تقدمناها قدام جمهور كبير، وكان شيء كتير مثل غير شخصيتي، أعطاني ثقة بنفسي أكثر، حتى أقدر أحكي قدام الناس يمكن هلأ ما كنت أقدر أعمل شيء اللي عم بعمله هلأ مثلاً، يمكن كتير غير أشياء فيه. كانت مغامرة كتير طويلة وكتير أثرت فيها أكثر واحدة بحسها كانت. أنا حضرت على شباب وكان بتعقد على ستيج. طيب ديفيد خبرنا أنت. أنا شخص أدفنتشرس بطبيعتي، بحب تعربوا شو زيب لاينز وهو الاخبار زيب لاين بالمقلوب مش جاهز. فقررت سنه الماضيه اعمل سكاي دايفنج. فكانت يمكن بتنطبق على اول سور اللي هو سور الخوف اللي حكينا عنه اليوم، لانه ما في خوف بحياتي حاسس فيه اكثر من هيك. خاصه لحظه وقفت على باب الطياره طنت انا والشخص، عن جد مثل ما حكينا يعني كنت عم بتذكر قصص انه الخوف عن جد بربطنا بشلنا، ما كنت قادر حرك رجلي يعني. هي الجامب النطه بتصير مع شخص بروفيشنال بكون مربطنا فيه، سو لو انا بدي اعملها اكيد ما كنت عملتها. رجلي ما كنت حاسس فيهم بقى، ما كنت قادر امشي ريلي، كنت حاسس مشلول يعني. ف بس كان لازم اوثق بالشخص اللي مربطنا فيه وعم بنط معه يعني. اوكي ف يعني بصراحه هي انه علمتنا كثير قصص يعني. طيب ليك انت يعني انت شخص مغامر وهيك بتحب الخوف، يعني معناتها المغامر بحب يكون عنده هال يتحدى خوفه يعني. ايه طيب وانت وقف الخوف بالمشوار؟ ماشي يعني بس ثانيتين من بعد ما نطلع من الطياره خلص راح الخوف، راح الخوف كليا. واجا وقت تمتع يعني بصراحه نحن وطايرين. حلو. طيب يمكن لانه وقت حلقتها خلص وماني حابب يخلص وقت بلا ما ناخذ وقت بالصلاه من اجل الناس اللي بعثوا لنا كل هذه الاشياء، فخلونا كلنا هيك نصلي. حلقتنا خلصت، رح نختم بالصلاة ورح نصلي لكم كمان خلال الأسبوع. يا رب بشكرك من أجل هيدا الوقت، بشكرك لأنه أنت موجود بوسطنا، لأنه أنت إله القدوس يا رب معنا بكل وقت. يا رب صلي من أجل ماري يا رب، وشل النصف يا إله القدوس أنت قادر تشفي. نحن منصدق يا رب أنه باسمك يا رب في قوة شفاء إله القدوس يا رب، وانت قادر إله القدوس تشفيها إله القدوس يا رب. لكن هي رغم كل شلل ورغم كل تعب يا رب مهتمة وقلبها يا رب لأخذ زوجها اللي عم تهتم فيها إله القدوس وعم تشعر بالتعب يا رب. نشكرك من أجل ماري ونشكرك من أجل أخذ زوجها يا رب اللي عم تهتم بماري إله القدوس يا رب، هيدا القلب اللي عنده يا رب. صلي أنه تتبارك هيدا العيلة وأنك أنت إله القدوس يا رب تستجيب لطلباتنا ولصلواتنا، تحرك يا رب أمر معين إله القدوس يا رب، وتطلعها من هذه الحالة يا رب الشلل وتشفيها باسم ابنك يسوع يا رب. احنا منصلي يا رب من أجل حناني إله القدوس يا رب، ومن أجل خالة اللي هو موريس يا رب اللي عنده سرطان بالرئة يا رب، أيضا اسمك بشفي. نحن مصدقين بهيدا الشيء إله القدوس يا رب. منصلي مع محارب من أجل مصر، من أجل كل الناس يا رب اللي بالجيش بمصر،
مصر إله القدوس يا رب. منصلي من أجل الحروب اللي على العائلة إله القدوس، من أجل والده أنه يعرفك، منصلي من أجل صديقه سعيد إله القدوس يا رب، اللي عنده مخاوف نفسية يا رب أو مشاكل نفسية إله القدوس. مهما كان إله القدوس أنت مش بس بتقدر على جسد، حتى الأفكار النفسية أنت بتعطي سلام إله القدوس وقادر تحرر منها بشكل كامل إله القدوس يا رب. منصلي من أجل يا رب منير يا رب، من أجل بيته ومن أجل زوجته لحتى تعرفك، وهذا البيت بالكامل يكون لك إله القدوس يا رب. منصلي من أجل وفاء وزلفة إله القدوس يا رب، من أجل عزيزة وزوجها أنه يعرفك إله القدوس، من أجل الكنيسة بعفرين إله القدوس يا رب. ومصلي من أجل صديقتنا يا رب اللي واقع بخطية إله القدوس يا رب، تحررها من كل ذنب إله القدوس يا رب، من كل شعور بالذنب وأنه أنت بدك تعاقبها، أنت حبيتها ومتت من أجلها وهي حرة إله القدوس يا رب. مصلي يا رب تعودها يا رب وتحقق لها طلبتها يا رب، أنه يكون عندها ولد باسم ابنك يسوع. آمين.